بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ قسم أقسام سنة ثانية. نلتقي هذه المرة في قواعد اللغة الفعل المزيد وأوزانه. الفعل بطبيعته مجرد ومزيد، فلا بد لنا أن نعرج على الفعل المزيد لما له من علاقة بالفعل المجرد، لما له من علاقة بالفعل المزيد. فما هو الفعل المزيد؟ فما هو الفعل المجرد؟ فرح المسلمون بشهر رمضان، دحرج العامل البرميل. فرح فعل مجرد ثلاثي عدد حروفه 1 2 3، إنه ثلاثي مجرد فرح. دحرج العامل البرميل، فنلاحظ أن هذا فعل مجرد لأن جميع حروفه أصلية، وبالتالي فالفعل المجرد ما كانت جميع حروفه أصلية. قد يكون ثلاثيا كما يمكن أن يكون رباعيا. إذن فما هو الفعل المزيد؟ الفعل المزيد ما زيد عن حروفه الأصلية بحرف أو أكثر. انتبه إلى الأمثلة التالية. أكرم الأب الضيفة، قدم الابن الهدية لأمه، ساهم في تطوع، انتشر الخبر، احمر الورد، تضامن الناس، تطور الأمر، اشترك العمال في جمع التبرعات، استخلص العبرة، شوشب الحقل، احمار وجه الخجول، تدحرج البرميل، اطمأن القلب، انفرقع الأصبع. إذا قلنا أن في الفعل المزيد ما زيد عن حروفه الأصلية بحرف أو حرفين. فنبدأ على بركة الله في المجموعة الأولى. أكرم الأب الضيفة، تلاحظ هنا أن الحرف الزائد وألف، فأصل هذا الفعل كرمة، إنه زيد بحرف واحد فأصبح بعد زيادة هذا الحرف الواحد أكرم، على وزن أفعل كما هو مشار إليه. قدم الابن الهدية لأمه، نلاحظ أن فعل قدم قد زيد بحرف واحد لأن هذه الشدة تساوي حرف زائد، معناه مضاعف، أصلها قدم يعني هذه تساوي حرفين، ونلاحظ بالتالي أن فعل قدم زيد بحرف واحد. وقدم على وزن فعل، فعل مثل نبه، سلم. أما ساهم في المجموعة الأولى، دائما ساهم تلاحظ أنها مزيدة بحرف واحد، مزيدة بحرف واحد، ساهم هو الحرف الواحد، على وزن فاعل مثل شارك، ناقش. إذن لاحظنا واستنتجنا في المثال الأول أو المجموعة الأولى أن الفعل المزيد قد يكون مزيدا بحرف واحد مثل ما ترى هنا بالأمثلة، ويكون وزن أكرم على وزن أفعل، فعل قدم على وزن فعل، ساهم على وزن فعل. إذن قلنا مزيد بحرف أو أكثر، مزيد الفعل المزيد ما زيد عن حروفه الأصلية بحرف، كنا رأينا ما زيد بحرف واحد أو أكثر. إليك الأمثلة التالية. انتشر الخبر، انتشر الخبر، ماذا تلاحظ عزيزي التلميذ؟ أن فعل انتشر زيد بحرفين ألف ونون، زيد بحرفين ألف ونون، فأصبح
أصبحت انتشر الخبر، انتشر على وزن انفعل مثل انقرض. ما زيد أيضا بحرفين، احمر الورد، احمر الورد. تلاحظ هذا الألف وتلاحظ الحرف الزائد اللي قلنا أن المضاعف يساوي حرفان، وبالتالي جاء على وزن افعل، احمر افعل، اصفر افعل. ثم نازلنا نواصل في زيادة أو الفعل المزيد بحرفين، هاي حرف التاء والألف. انتبه عزيزي المشاهد إلى عدد الحروف المضافة إلى تضامن الناس، فإنك تلحظ وتلاحظ أن حرف التاء هنا والألف مضافة، وأصل هذا الفعل ضامن أو تفاعل، فكان تضامن على وزن تفاعل. تطور الأمر، تطور الأمر، فإنك تلاحظ أيضا هنا حرف التاء المزيد والحرف المضاعف اللي هو الواو هنايا لتساوي حرفين، فكأن هذا أو يحتوي، فكأنه مزيد أو إنه مزيد بحرفين، هذه التاء والحرف المضاعف على وزن تفاعل. وتلاحظ عزيزي الطالب وعزيزي التلميذ أن الأصل فيها ط وراء كما هو ضمن وكما سوف نرى في بقية الأمثلة الأخرى، وبالتالي تطور الأمر، تطور جاء على وزن تفعل، تطور تفعل، تقدم تفعل. اشترك العمال في جمع التبرعات، اشترك، إنك تلاحظ حرف ألف والتاء المزيدة، فأصبح قلنا مزيدة عن أصله حرف، مزيدة عن حروفه الأصلية، فشارك هي الحروف الأصلية، وأما الزيادة هي ما تلحظها هنا عزيزي التلميذ، وبالتالي اشترك جاءت على وزن افتعل. كانت هذه الحروف لو تلحظ ألف نون، ألف حرف زائد، تاء ألف، تاء حرف مضاعف، ألف تاء. إذا كانت عدد هذه الحروف حرفان، كانت عدد هذه الحروف حرفين. استخلص العبرة، شوشب الحقل، إحمار وجه الخجول، فإنك تلحظ عزيزي التلميذ أن الحروف الإضافية ألف سنتا أو إستا هي زائدة، هي زيادة عن أصل فعل خلص، فكانت بالتالي استخلص العبرة، استخلص جاءت على وزن استفعل، استفعل. واحد اثنين ثلاثة، مثل استنتج، استنبط إلى آخره. ثم نعود إلى اعشوشب، اعشوشب الحقل، يعني لما عشبه اعشوشب الحقل. تلاحظ عدد الحروف واحد اثنين ثلاثة، فقد زيد بثلاثة أحرف، زيد هذا الفعل كما هو أمامك، ألف واو شين، على وزن فعوعل، اعشوشب افعوعل. إحمار، تلاحظ الأصل فيه حمر، وما زيد فهو الألف والألف والحرف المضاعف، وبالتالي جاء على وزن افعال. هل إذا عدنا إلى الطائفة أو إلى المجموعة الأولى، واحد اثنين ثلاث، ونحسب عدد الحروف التي زيدت أو عدد الحروف التي كانت أصلية، فسوف تجد كرمة، نزيد حرف واحد، ق قديمة أصلها ق دي ما، نزيد سهل ما، نشر حمر، ضمن طور، شارك خلص، عشب حمر. كل هذه الأفعال كانت ثلاثية، وبالتالي هل الفعل الرباعي
تزاد عليه حروف، نعم فقد تزاد يزاد إليه حرف واحد أو حرفين كما هو في المثال التالي. تدحرج البرميل، تدحرج البرميل، الأصل فيها دحرج فزيدت بحرف التاء وبالتالي كانت على وزن تفعلل، تدحرج تفعلل. اطمأن القلب فعل رباعي، اطمأن القلب فعل رباعي لكن زيد بحرف كما ترى بحرف مضاعف وجاءت على وزن فعل. ترى، هل الفعل الرباعي تضاف إليه حرفين أو يزاد عليه حرفين ويصبح مزيدا بحرفين؟ نعم كما رأينا في اطمأن نتابع نفس النسق مع فعل افرنقع الأصبع أي أحدث صوت. افرنقع الأصبع تلاحظ الألف والنون فرقع أربعة أحرف أضيفت إليها الألف والنون وبالتالي أصبح افرنقع على وزن انفعل لا انفعل لا. وبالتالي نلاحظ أن الحروف أو أن الفعل المزيد ما زيد عن حروفه الأصلية بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف قد تكون هذه الأفعال ثلاثية كما تكون رباعية بمعنى حتى أن الفعل الرباعي يكون مزيدا بحرف أو حرفين. أتمنى عزيزي الطالب أنك قد استوعبت جيدا. وحتى أتأكد من ذلك حل معي التمرين التالي، عين الحروف الزائدة في الأفعال التالية ثم زنها: انقشع، نافس، تبسم، هلل، واستمتع، وتناقش. سوف تحدد أو تعين الحروف الزائدة في هذه الأفعال، بعد ذلك تعين وزنها كما هو مشار إليه. وأطلب منك عزيزي التلميذ أن تحل التمرين بهذه الطريقة. شكرا لكم.